إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تعسي ودريا لما شهددي كبحضي قعنتا كوا آن ويري كرنو إنا يهين أبناء جهنم أما عيالكي نارت كوا يهين وحاكلون كنتي أو إلهي سبحانه وتعالى ويدينينا إن أبو قرنيو إنتا كل أعوى عنتي ددك الصوماليات إنتا كل متي ويرركي أي سوق هذين أبناء جهنم وشهدوا إلهي إذن كيس وحان إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة ده قويسسكي يقرابة دي أي كجيريو دينا وحان لنا هاي سمري إيمان الله إذن كسيو وحان إذن لو ذاقينا حنونك وحان إذن لو ذاقينا مرقدة هي تيران يضا كوانا وعمينا إلهي إذن كيس وحي أنت هاي دنبداف وحان إلهي وبرينا عافي ما دقدقين إلهي السيو وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين دي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنعيق الدينين وحاوية اللهي وعلى بخيار ميدون إنا ندورنو أنك إيا الشباب إيا مقع الصحدة إليهين وآه إنا يهين عيالك النارتة وحان كلا دورنا إنا إنا إياق النورادان إيان إيا إنا إناق النوران لكن إسلام النوران كرن وحان رجينا يا سيدا شعبك الصوماليات قوانك وقاري دولدودنا يكوه قامين يسو إنا إصدافيان إنا نصدافين دونو دلقات كينا إنو دماضي أيان رجينا يا وحان ربا إنا نهلكن أمان يبوادين أغسو جيديو مجاهدين تا عيدا مدينا شرفت له مجاهدين تا دي قوضة أشبي نفتوضة أهري إنا يبدباديان عرور توضة ولا لهود هو يوين كود يا أبيال كود عليها وما تنتهين وحاتهين مجاهدين دبا وحان الربا إن أتسيدا نيوتان إلى هين الجهاد كينا هيدن كاقبلو إنتي إني كشهيدين وشهدو إنت كل دعوة عنتينا أيقنا واجب أي قذنين وأي ضد كوضة أي كدفاعين ورا بياشاس أبناء جهنم ذا أي كل دعوة عمين وحان رجينا يا إن إلهي سبحانه وتعالى أيقنا أبو قرأو وحان رباين عن هذا الكي يكسو قبق قبئيو هدي وجيتكو يهي إن ددك لن يدجبيو هدي وجيتكو يهي إن شعبك الصوماليات قوستي إنو هيريده أبناء جهنم أما عيالك النارتا إسكدو القادان إن لتشوتيو أو لإستاتيو تاسي مصعو ريسو صومالي قوان بي قادي وحيكا صعوتا هيريده إلا إسكدو القادو gal mudug waxay ka socotaa Hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka kamida waxayna si dhab ah uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale waana la iska xoreynayaa Ilaahay idinkiis mar Alla markii ay xukuumadu u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka Soomaaliyeed ee abaaraha la daala dhacaya markii ay xukuumadu Soomaaliyeed u soo jeesatay إن أي جارسيسو بيو يدووين يجرجر ككلي أباهينهين أيها واحد جوانكو جارين أيها جونا إن يكون مشغوليان إن أي دت كيل بتبادين أي إن أيك العيا مركوا جعان واحد بتبادين إيسا يجعان واحد ليس كيف الجهاده وحن ربا إن هالكن كشيو
dowladda Soomaaliyeed, xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad ayadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran. Waxaan booqday isbitaalada, waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halistaa qaba, dhaawacyada culculus qaba. Ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qarixii Jimcadii dhacay, ee kuwo kale, dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto, oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay. Waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yidhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo dhaweyn lahaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waa waajibka dowladda, waana ku dhaqaaqnay insha Allah, waana ka shaqaynaynaa. Ugu dambaystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, u midoobaan cadowga siday isugu celin lahaayeen, u midoobaan siday isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. Qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. Waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara, meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaab iska yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin. Mar kale waan u tacsiyeynayaa dadka agoontoobay, kuwa rajoobay, iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay, intaba waan u tacsiyeynayaa. Waxaana idin leeyahay waa niyadiinna insha Allah khayr u sheega, kii dhintayna waa shahiid, midka dhaawacmayna waxaa insha Allah aan rajaynayna Ilaahay dembigiisa ku dhaafo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.